إلى جانب بطبيعة الحال مشروعية ربط هذه المنطقة بالطريق السريع، وإن شاء الله من المشاريع الكبرى الأخرى التي أعمل على تحقيقها مشروع يتعلق بقطار سريع يربط بين الشمال أقصى الشمال وأقصى الجنوب. وما هذا بعزيز علينا، لدينا كل الإمكانيات وكل الطاقات والأموال. الأموال يتحدثون كل يوم عن الإفلاس، وتونس على وشك الإفلاس، ولكن ترون بأعينكم اليوم المظاهر الإفلاس السياسي، ولكن ليس مظاهر الإفلاس الفني.